دي عايز اعرف رأي دار الافتاء في نيابة في الحجة دار الإفتاء ما المصرية استقرت عليه. استقرت على الأخذ بقول من قال من أهل العلم بأن النيابة في الحج للعاجز عنه جائزة من باب التوسعة على الناس، ومن باب أيضا لأنه يعني حتى وإن كان نقاش الإمام الخرافي الذي ذكرته سابقا، يقول لكن أنا أيضا لما أنيب غيري فقلبي متعلق بي كأن أنا مكان هذا الإنسان معه، هو الآن يطوفون فأنا والوكيل عني يطوف وأنا عاجز الآن في البيت مش عارف نتحرك إلى الوصول إلى هذا بيت الله الحرام، عندي أسباب معينة وأعذار معينة لكن قلبي معلق كأنني أطوف مع الوكيل عني في هذه المواقف. الوكيل هنا أو النائب ده لازم يكون صلة قرابة مثلا، يعني ابن عن أمه، ابن عن أبوه، أدي واحد، أو ممكن أي شخص طالما هيتولى النيابة هل يبقى في صلة قرابة؟ ليس بشرط يكون في صلة قرابة، بقدر ما يقوم بالأعمال التي هي مشاعر الحج خير قيام. يعني أنا الآن أمين وأنا وكيل وأنا أوجه هذا لمن كان نائبا عن أحد، والأحد ده أنفق بقى فلوس أو أنت أنا تطوعت بفلوس من عندي وأنا مكانه الآن. الوكيل الذي يقوم أو النائب الذي يقوم عن الحج في أداء هذه المشاعر عليه أمانة كبيرة جدا كأنه يقوم بالحج بنفسه وعن نفسه. وكيل بأجر؟ نعم ما فيش مانع. ما فيش مانع. بالنسبة لماذا؟ الوكيل ده النائب ده اللي هيعمل ده ممكن يكون قريب عني. أنا نديله المصاريف. أيوه. نفقتك كام في أيوة. المدة؟ وتعبك كان ما فيش مانع، يعني هو يعتبر نائب. لكن الشاهد هناك شروط لهذا، أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه، أي حج الفريضة أولا. جميل. فإن لم يكن يعني لا تصح النيابة في هذه الحالة. هل تصح النيابة عن الميت؟ قضاء على يعني؟ على هذا الاتجاه الذي عليه الفتوى لا مانع من إنسان يعتمر عن والده المتوفى ويعتمر عن والدته المتوفاة أو عن أقاربها أو عن أحد أو يحج عنه. نعم يحج. ويهبها هذه الحجة ويهب ثواب هذه الحجة عن لفلان لفلان اللي هو محدد يعني.